سائل يقول: ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الوثن الصنم ما كان على صورة حيوان، ما كان على صورة حيوان من إنسان أو دابة أو غير ذلك. أما الوثن فهو ما كان على غير صورة إنسان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن ما يكون على صورة، وأما الصنم فيكون على صورة. نعم.